تعالوا بقى ننتقل للجزء الثاني، مداخلة حول الاقتصاد، اقتصاد الدول الثلاثة دول، إيران، تركيا، إسرائيل، ونتكلم أيضا على ثروات الوطن العربي. معايا على التليفون دكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. مساء الخير دكتور عبد المنعم. أهلا بحضرتك، مساء النور. في البداية كده، لماذا الوطن العربي يعني يسيل له لعاب القوى الثلاث المحيطة به؟ عنده إيه يعني؟ إيه اللي مخلي العالم كده يتكالب عليه؟ طيب، هو أولا الوطن العربي يعني موقعه لوحده الجغرافي في وسط وقلب العالم القديم، والمحيطات والبحار بيطل عليها يعني بتتخلل. موقعه الجغرافي. طب موقع جغرافي، لا شك أن من يهيمن ومن يسيطر على الوطن العربي هو بيسيطر على العالم ككل. لكن بالإضافة لده، أن ثروات الوطن العربي كثيرة متعددة. احنا عندنا احتياطي نفط في البترول في الوطن العربي 415 مليار برميل، يعني ما يوازي 65% من احتياطي العالمي للبترول. أيضا الاحتياطي الغاز الطبيعي الموجود في الوطن العربي يمثل 25% من احتياطيات الغاز الطبيعي على مستوى العالم. بالإضافة لكده، الصناديق السيادية، عندنا صناديق سيادية في الوطن العربي في معظم الدول العربية تتجاوز حجمها أكثر من 5.3 تريليون دولار. الاحتياطي النقدي الموجود في الوطن العربي 2.1 تريليون دولار، يعني 2000 مليار دولار. السعودية لوحدها تمتلك أكثر من 519 مليار دولار، يعني نصف تريليون دولار احتياطي نقد. الوطن العربي مليء بثروات في المعادن، لدينا كنوز وأحجام كثيرة جدا من والمناجم والمحادن الموجودة في الوطن العربي، سواء كان الحديد، الفوسفات، المنجنيز، كثير من المناجم، كثير من الثروة المحجرية الموجودة في الوطن العربي بشكل كبير جدا. الوطن العربي يمتلك أكثر من 65% من الثروة المحجرية الموجودة على مستوى العالم، بالإضافة إلى أنه قوة استهلاكية كبرى، 375 مليون مواطن، مثلما صحح عليها أستاذنا الدكتور نادر نور الدين، تعداد السكاني. صحيح، التعداد السكاني تجاوز 350 مليون نسمة. أيضا الاستهلاك الوطن العربي، وطن أو مجموعة الدول الوطن العربي 22 دولة، دول استهلاكية، حجم تبادلها وحجم الناتج القومي الإجمالي لها بالنسبة للعالم لا يتجاوز 3% على مستوى العالم. هو وطن حجم استهلاكه كبير جدا، دول العالم كلها بتطمع أو بتقوم بالتصدير للوطن العربي. الوطن العربي بيستورد على مستوى العالم سنويا ما يقرب من حجم التجارة العالمية دي أكثر من 33% بيستورده من الخام، يعني من حجم التجارة العالمية، من حجم الاستيراد أو التصدير على مستوى العالم. طيب اسمح لي دكتور عبد المنعم بقى أنتقل إلى ده كده، إطلالة سريعة على ثروات الوطن العربي للعالم، لعابه بيزيل علينا. نروح إلى القوى الثلاث، إيران، إسرائيل، تركيا. حدثني عن اقتصاديات الدول الثلاثة، لأن علشان أي دولة يبقى لها مشروع استعماري توسعي لازم يسنده اقتصاد قوي. بداية، رغم اختلاف موقع جغرافي والديانة والثقافة بين الدول الثلاثة حضرتك ذكرتهم، إيران وإسرائيل وتركيا، لكن هم متفقين على حاجة واحدة أو متفقين على عدة مبادئ. لديهم طبعا لا شك طمع في الوطن العربي وفي الدول العربية. لديهم الآن مشاكل داخلية سواء كان على المستوى الاقتصادي والمستوى السياسي بشكل كبير، لكن عندهم أيديولوجية أو عقيدة واحدة، سواء كانت عقيدة دينية متمثلة في إيران وإسرائيل أو عقيدة تاريخية اللي متمثلة في الدولة التركية. فالهيمنة والسيطرة أو يعني محاولتهم للسيطرة والهيمنة على الدول العربية وعلى ثروات الوطن العربي هي ده الدافع المشترك أو القاسم المشترك لهذه الدول. لو تحدثنا عن إيران، إيران دولة عدد سكانها تقريبا حوالي 82 أو 83 مليون نسمة،
عندها معدل النمو الاقتصادي في إيران منخفض للغاية. إحنا معدل النمو الاقتصادي في 2019 كان في حدود 3%، ومتوقع أن يكون بالثالث في عام 2020 بسبب أزمة كورونا وبسبب العقوبات الاقتصادية اللي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم على إيران. حجم الاستثمار في إيران انخفض بنسبة كبيرة في عام 2019 و2020، انخفض أكثر من 36%، يعني بقى أصبح في حدود 1.5 مليار دولار فقط. صادرات إيران من النفط حاليا في حدود 200,000 برميل، وده معناه أن حجم الإيرادات النفطية اللي بتاخدها أقل من 2 مليار دولار، في حين أنها كانت في عام 2018 أو 2017 كان حجم التصدير النفطي والبترولي لديها أكثر من 60 مليار دولار. معدل التضخم، إيران لديها معدل تضخم تسجل، إيران دائما بتأتي في المرتبة الرابعة أو الخامسة على مستوى العالم، إضافة إلى أن الريال الإيراني يساوي 190,000 مقابل كل واحد دولار. لا ده أنا هحكي لك في العملة دي على نقطة تانية، بس هو إيران حاليا بتتصدر المشهد على مستوى العالم في التضخم بنسبة تضخم تتجاوز 44%، وده أكبر معدل على مستوى العالم. كانت دائما بتأتي في المرتبة الرابعة بعد فنزويلا وزيمبابوي والسودان وبعد لبنان أيضا. طيب كيف لدولة هذا اقتصادها وتمتلك قدرة على التوسع وتتواجد في 5 عواصم عربية؟ إيران بتبسط نفوذها في زي ما حضرتك ذكرت في المقدمة، في سوريا، في العراق، في جنوب لبنان، في السعودية، في بعض الأجزاء، في أيضا احتلالها أو هيمنتها على بعض الجزر الإماراتية، لكن الهيمنة والسيطرة هنا بدافع ديني، نشر الثقافة. إيران حاليا بتعيش مرحلة إصلاح اقتصادي أو مرحلة اقتصادية بدأتها في عام 2016، الهدف منها تحسين الوضع الاقتصادي، لكن عندها في هذا النموذج الإصلاحي جزء كبير جدا بيتحدث عن إيه؟ عن التقدم الاقتصادي، مع التقدم الاقتصادي اللي بتنشده في إيران بتتحدث عن التغير الثقافي وانتشار الحضارة الإيرانية والثقافة طيب الإيرانية. بعد طيب هل تبقى شيء في اقتصاد إيران؟ عشان عندي لسه اقتصاد تركيا وإسرائيل. لا، إيران ممكن نتكلم عن إنه العملة في إيران تغيرت في عام 2019 تحديدا. تغير العملة الإيرانية من الريال الإيراني إلى العملة الثانية اسمها تومان، ودي عملة يعني شالوا الأصفار منها، فأصبح 10,000 ريال إيراني أصبح يساوي 1 دولار تومان إيراني جديد. وطبعا بسبب التضخم الموجود بشكل كبير بتحاول إيران أنها تقلل نفقات طباعة العملة وصك العملة لديها، وأيضا محاولة نذهب إلى تركيا والاقتصاد التركي. تركيا أيضا، تركيا اقتصاد تركي يعتبر من الاقتصادات القوية. تركيا تعتبر من ضمن 20 دولة على مستوى العالم، الجي 20 على مستوى العالم. اقتصادها حجم الناتج القومي الإجمالي في تركيا تجاوز 700 مليار، لكن في ذات الوقت لديها مشاكل اقتصادية حاليا. حجم الدين الخارجي لتركيا تجاوز 450 مليار دولار، يعني أكثر من 65% أو 60%. الدين الإيراني قد إيه؟ نعم؟ الدين الإيراني؟ الدين الإيراني لا تجاوز، الدين الإيراني يتجاوز أكثر من 85% من حجم الناتج القومي الإيراني. لكن ما عندكش رقم محدد زي تركيا؟ لا للأسف، إيران من الدول طبعاً الأرقام بتاعتها يعني سرية. طيب طبعا، وغالبا معظم الارقام الصادره عن ايران هي ارقام مهربه بتاتي من بعض الدول، لكن ايران نفسها لا يصدر عنها الا ان اقتصاد قوي ويتمتع بالتنوع الاقتصادي. لكن الحقيقه الصادره عن ايران بتصدر من مؤسسات دوليه خارج ايران. نروح لتركيا ونكمل الكلام. المديونيه 450 مليار دولار. كلمنا عن التضخم، كلمنا عن الليره التركيه. الليرة التركية شهدت انخفاض حاد في السنتين الماضيتين، انخفضت بأكثر من 45%، وده أثر على حجم الاستثمارات الأجنبية التركية، انخفضت أكثر من 25%. النهاردة بنتكلم خروج أكثر من 4,000 رجل أعمال ومستثمر
تركي وغير تركي أجنبي من تركيا خلال سنتين ماضيتين فقط 2018-2019، حجم ميزان المدفوعات والميزان التجاري الخارجي مع تركيا حصل له انخفاض بنسبة أكثر من 110%، وده تعتبر نسبة كبيرة. معدل البطالة في تركيا زادت خلال السنتين الماضيتين، وزادت أكثر بسبب أزمة كورونا فيروس كورونا على مستوى العالم، وتجاوزت أكثر من 14%، ودي نسبة عالية أوي بالنسبة لي. وده مؤثر على المواطن التركي، عشان كده صدرت تقارير غربية احتمالية سقوط أردوغان أو حزبه لو جرت في الانتخابات القادمة. بلا شك أن التدخل السياسي لأردوغان في السياسات الاقتصادية وهيمنته على الاقتصاد، وأيضا معظم الموارد الذاتية الموجودة في تركيا بيتم إنفاقها في حروب في سوريا، في تدخلات في بعض الدول العربية، تدخلات في كثير من الدول العربية، وأيضا محاربته للأكراد. كل ده يمكن يعتبر نهش في جسد الاقتصاد التركي بشكل كبير جدا، وأثر على الاقتصاد التركي بشكل كبير جدا خلال السنتين الماضيتين. هل تبقى شيء في الاقتصاد التركي عايز تتكلم عنه؟ لا، يعني ممكن ما نتكلم عن أيضا العملة التركية، تكلمنا عنها. نتكلم عن في الاقتصاد التركي أنه العجز في ميزان الصناعة انكمش أكثر من 110%، قطاع الصناعة في تركيا عام 2019 انكمش بأكثر من 30%، أيضا خروج رجال الأعمال بشكل كبير. يعني وضع اقتصادي غير جيد على الإطلاق، وده بالأرقام. أنا ليه حضراتكم حاطط الملف الاقتصادي هنا؟ علشان لو كل دولة ليها مشروع، أي دولة في العالم ليها مشروع توسعي خارجي، القوات العسكرية على الأرض مهمة وتصنيفها الدولي، بس لازم يبقى فيه اقتصاد قوي وراك يسندك في تنفيذ مشروعك. يعني أمريكا لا يمكن أن تعلن أنها قوة عظمى في العالم، هي مديونة والدنيا بايظة، لكن هي ربع إجمالي الناتج القومي العالمي يعني. وبالتالي لازم تعرف الأوضاع الاقتصادية لكل دولة من الدول الثلاثة، إيران، تركيا، إسرائيل، لأن الاقتصاد هيبقى عنصر متحكم في مدى قابلية مشروعاتهم التوسعية في الوطن العربي. طيب هروح لتاني اتفضل دكتور عبد المنعم. انا كنت عايز بس اضيف حاجه. بالفعل ان قوه الاقتصاد بتجعل ان الدول يكون لها مشروع خارجي، وايضا ضعف الاقتصاد بيجعل من الدول انها تسعى الى الخروج من الازمه الداخليه بالسعي الى يعني مجال خارجي. أحسنت. سواء كان بهدف سياسي بحت اللي هو انه لا صوت يعلو فوق صوت المعركه، لا، وان انا احط رجلي في مناطق فيها فلوس، ان انا احصل على ثروات اخرى اكون دي مصدر دخل او زياده للدخل العام، مثل ليبيا بالنسبه لتركيا. النفط الليبي بيعمل 50 مليار دولار سنويا، فيقدر. صحيح. بنتحدث ايران بنقول انها بتحاول تغزو او بتحاول انها تحصل على ثروات العراق على سبيل المثال كأحد الدول اللي بتحاول تفرض نفوذها عليها للحصول على جزء من ثروات العراق وضمها إلى الاحتياجات المالية الخاصة بإيران. نفس الحال في تركيا التي تسعى للحصول على البحث أو التنقيب على الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية الليبية في محاولة النفوذ والهيمنة والسيطرة على يعني مواقع البترول والنفط الليبي بشكل كبير لزيادة الدخل للهيمنة للحصول على اقتصاد. خليني أذهب إلى إسرائيل لمدة دقيقتين. الوضع الاقتصادي داخل إسرائيل، إسرائيل يمكن تعتبر أفضل الوضع الاقتصادي مقارنة طبعا بتركيا ومقارنة بإيران. معدل النمو الاقتصادي في إسرائيل حوالي 5%، لكن متوقع أن ينزل وينخفض في حدود 3% في عام 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا. عجز مالي في إسرائيل تجاوز 6%. معدل التضخم في إسرائيل بسيط جدا 3.5%، يعني يعادل العملة الشيكل. الشيكل لا، بالنسبة طبعا للدولار وهي منخفضة للغاية. والعجز المالي في إسرائيل حوالي 46 مليار شيكل في هذا العام. معدل البطالة ارتفع في إسرائيل في عام 2020 تجاوز 10%، ويمكن زاد لأكثر من 12.5% في عام
في اخر اليوم في مايو 2020 بسبب ازمه فيروس كورونا بشكل كبير. لكن اسرائيل تعتبر اقتصادها متماسك، لديها نوع من انواع التنوع الاقتصادي. طبعا صغر حجم السكان لدى اسرائيل وزياده الموارد ودعم الولايات المتحده الامريكيه لاسرائيل بشكل كبير، وايضا هيمنتها على بعض الاقتصاديات الفلسطينيه بشكل كبير، مخلي هناك قوه للاقتصاد. لكن هناك العامل المميز في اسرائيل حاليا هو المشاكل السياسيه في اسرائيل. هناك في فساد اقتصادي ومالي كبير في اسرائيل بتعاني منه الدولة الإسرائيلية حاليا بشكل كبير. أشكرك دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية على هذا المجهود الكبير في جمع المعلومات وسردها بشكل أكثر من رائع. شكرا جزيلا صديقي العزيز. يبقى هنطلع فاصل، بس عايز أقول لك يبقى احنا دلوقتي الدول الثلاثة اعتبرها حصة في التاريخ والجغرافيا، إيران، إسرائيل، تركيا. عندك مشروع استعماري توسعي عايز تعمله، يبقى لازم يكون اقتصادك قوي، صح كده؟ طب أيضا ممكن تبدأ في مشروعك الاستعماري التوسعي لو اقتصادك ضعيف وعايز فلوس. فتركيا تخرج من أزمتها إزاي؟ عليها 450 مليار دولار وتضخم وانهيار عملة. أحط إيدي على غاز البحر المتوسط فيها لغفية زي ما قلت لك، احط ايدي على بترول ليبيا، عشان كده عايزه تاخد الهلال النفطي، وعشان كده السيسي طلع وقال لك ايه سرت خط احمر اللي هو الهلال النفطي. طبعا استراتيجيا انت بتدخل على مصر، بس برضه مش هنولك اللي انت عايزه، هي اللعبه كده تبقى انت عارفها. لكن الاتنين بيلعبوك في الجنوب باثيوبيا في سد النهضه. اوعى تفكر ان سد النهضه سد أثيوبي محلي، ده سد دولي بتشارك فيه دول كتيرة عشان تنفذ ما تريده. الحلقة بالمناسبة أنا ما استخدمتش كلمة مؤامرات، ما فيش مؤامرات، دي حاجة اسمها مصالح دول، كل دولة كده. وأنا شرحت لك من طقطق السلام عليكم، أي فراغ في أي منطقة في العالم يجد من يملأه. خليك أنت كوطن عربي اعمل مشروعك القومي العربي، ما عادش هيقدر يدخل بالبلدي كده. لو انت راجل في بيتك ومسيطر وبتصرف على بيتك والدنيا زي الفل، مين اللي يفكر يقرب من حد من عندك؟ صح. نطلع فاصل، بعد الفاصل الاستاذ والكاتب والاعلامي الكبير عماد الدين اديب، اتحدث سياسيا حول الثلاث دول.